هنكمل تاني رؤية الأموات في المنام. طيب معانا اتصال أم بسملة. معانا اتصال أم بسملة، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا أبو يحيى؟ أهلا يا فندم. أنا سامعك، اتفضلي. طيب لو سمحت، أنا معايا حلمين كده و طب هاتي لي الحلم الاولاني بس. بصي، وطي التلفزيون واسمعيني من الهاتف. ام بسمله، ايوه، اديني الحلم الاولاني يلا عشان اعبره لك. قاضي شاف اربع سمكات في ترعة كده. بتقولي ايه؟ جوزي شاف اربع سمكات في ترعة. شاف اربع سمكات في الترعة. خد سمكتين في الاول وبعدين حوتين. تمام، خد سمكتين في الاول وبعدين حوتين. وبعدين ايه؟ حوتين، حوت وحوت. تمام، خد حوتين. تمام. وبعدين كان واحد اسمه ابراهيم كان عايز ياخدهم منه. اتفضلي بس كملي. ما اخدهمش يعني. تمام، بس هو ده الحلم الاول. طيب انت جوزك يا فندم بيشتغل دلوقتي وبيسعى لشغل تاني او بيفكر في شغل تاني؟ ما هو بيشتغل شغل تاني عامة. الحمد لله رب العالمين. انا ببشرك ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك برزق قريب جامد وكبير جدا جدا، لان السمكتين في المنام لما ياخدهم، هما في اربعة، لما سمكتين ياخدهم ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه من الرزق الوفير. وطبعا هو بيشتغل شغلتين وانت قلت كده وحوتين، فده دليل على ان ربنا هيوفر له رزقه، هيديله رزق كتير قوي قوي قوي. ولكن في واحد اسمه ابراهيم عايز ياخدهم منه وما عرفش ياخدهم منه، ده دليل على ان ممكن حد كان عايز ياخد رزقه او حد عايز يشاركه في رزقه، ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا ابقى له رزقه له لوحده. وده بشاره طيبه جدا جدا ان مفيش حد هيشارك جوزك في رزقه، وان كان بيشتغل هيفضل في عمله وربنا هيوفقه فيه وهيكون رزقه كتير قوي قوي. وان هو ياخد حوتين ده امر جميل جدا، ان هو يتملك سمكتين من الحوت، ده طبعا حجمه كبير جدا فبيكون اللحم اكتر من العظم، فده دليل على مال قادم لزوجك كتير قوي 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 ومفيش حد يقدر يشاركه فيه، والله اعلى واعلم.